بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. رح نشرح نبلش في اللي هي literature spot، البقعة الأدبية. عليه من 6 إلى 8 أو 10 علامات في الوزارة. رح نأخذ موقعه في السؤال الوزاري. تمام؟ طيب. الآن literature spot بيكون موقعها في الصفحة الثانية عادة في سؤال الوزارة، ماشي، اللي هو الفرع B من سؤال القطعة. يعني القطعة بتكون قطعة زي هيك، بتكون الفرع A. هسا القطعة الأدبية معانا قصيدة ومعانا بتكون الفرع B. إذن الآن عرفنا موقعها في الوزارة، بكون مكتوب عندها literature spot، وإحنا معانا قصيدة ومعانا قصة. اليوم إن شاء الله رح أشرح بإذن الله اللي هي القصيدة، اللي هي بتحكي عن a green corn field، حقل الذرة الخضراء. الآن فيها إشي حفظ وفيها فهم، رح أحدد إلكوا الحفظ ورح نحدد الفهم. لكن قبل ما نبلش، طبعا هي القصيدة بشكل عام بتحكي عن إنه الشاعرة كيف كانت تمشي في حقل الذرة، كيف شاهدت الطائر الكبرى اللي هو سكاي لارك. تمام، هاي الأمور كلها رح نعرفها. الآن قبل ما نبلش، بهمني أنت كطالب تعرف شو اللي معك حفظ في القطعة هاي. أول إشي هاي الأمور خلينا نحكي عنها، بدك تعرف إنه هذول الأربعة في اللغة الإنجليزية لهون، أول أربع أسطر بسموهن stanza، عشان السؤال إذا جاك in the above stanza يعني إيش؟ في المقطع أو في الفقرة هاي. السطر الأول بسموه line، يعني كل سطر بسموه line. هذا line 1 line 2 line 3 line 4. هم في الوزارة بيجيبوا لك إما الstanza هاي أو الstanza هاي أو الثالثة أو الرابعة، وبيجيبوا عليها أسئلة. أحياناً بكون السؤال مباشر وأحياناً بكون السؤال حفظ. وصلت الفكرة؟ طيب، الآن لازم تعرف معاني المفردات هاي، معاني المفردات هاي إنجليزي عربي، حتى تعرف تميز وتعرف تترجم القطعة وتعرف الأسئلة. مثلاً استانزا معناها فقرة حكينا، ولاين معناها سطر. في عندي poet، poet معناها شاعر، وعندي poem معناها قصيدة. skylark اللي هو الجزء الأساسي في القصة أو في عفوا في القصيدة، اللي هو ذكر الكبرى، اللي هو طائر نوع من أنواع الطيور اسمه ذكر الكبرى. عندي nest معناها عش، cornfield معناها حقل الذرة، butterflies فراشات، speck بمعنى بقعة. هذول الأمور لازم تحفظ إنجليزي عربي حتى تعرف. عندي in accord معناها بتناغم، sort يحلق، sank يهبط، stretched معناها يمتد. عندي tender بمعنى يانع، stalk اللي هو سيقان الذرة، سيقان الذرة. تمام، post بمعنى توقف، swift بمعنى بسرعة، mate رفيقة الطائر الكبرى رح نحكي عنها. وعندي slide بمعنى ينزلق يعني يمر، pass ماشي يمر. طيب الآن أستاذي، قبل ما نبلش في شرح كل ستانزا ونحط عليهن أسئلة، لازم أنت كطالب تعرف شو الأمور اللي ثابتة، يعني بيجي عليها حفظ في الوزارة، تمام. طيب أول إشي عندي القافية المقصود فيها
نفس اللغة العربية تقريبا. مقصود في القافية إنه نهاية السطر الأول والسطر الثالث النهاية الصوتية متشابهة. يعني لاحظ عندي blue to، ونهاية السطر الثاني والرابع متشابهة طبعا في نفس الستانزا. يعني السطر الأول نهايته مشابهة لنهاية السطر الثالث، السطر الثاني نهايته مشابهة لنهاية السطر الرابع. هاي عندي هون accord sort، عندي wing sing، هون عندي green seen walks talks، عندي song long sled did. الآن فهمنا القافية. طيب الآن بيجيك السؤال عن القافية زي هيك حرفيا بدك تحفظه. طبعا لسه ما بلشنا، نخلص من الأمور المطلوب منك حفظ. Describe بيجيك زي هيك، Describe the rhyme scheme in the above stanza، إنه صف القافية. فأنت بدك تكون حافظ the rhyme scheme is A B A B. المقصود في A B A B يعني نهاية السطر الأول والسطر الثالث نفس الشيء، A A اعتبرها F F بغض النظر. المقصود في يعني مش شرط حرف الA بس إنه تشابه، والسطر الثاني والرابع نفس الإشي. هاي كلها حفظ طبعا، هاي الأمور أو هاي التعريف اللي هو مخطط القوافي حفظ. In other words بكلمات أخرى، the first line السطر الأول and third lines والسطر الثالث رايم على القافية، بالإضافة للسطر الثاني والسطر الرابع. إذن هاي حفظ. بنعيد طريقة السؤال عليها إيش؟ Describe the rhyme scheme in the above. بيجيبوه حرفيا السؤال زي هيك، صف القافية، أنت بدك تكتب لهم زي هيك. طبعا شوفوا قبل ما نكمل في شغلة بدك تعرفها أنت كطالب. الآن ما بصير أنك تقول بدي أحفظ شوي، كلهن اللي بيجيبوهن سؤالين، يعني لازم تحفظ كل إشي. يمكن عليه 6 يمكن عليه 8 مرات بيجيبوا عليه 10 علامات. أوكي، فهاي الأمور لا يعني كلهن سؤالين فما تطنش إشي، فمحتمل أي سؤالين يجوا. إذن بنعيد، هاي بيجيبوا لك describe the rhyme scheme وبتكتب زي هيك the rhyme scheme is A B A B. In other words بكلمات أخرى، the first line السطر الأول and third lines والسطر الثالث رايم على القافية، as do the second and fourth بالإضافة للسطر الثاني والرابع. زي ما قلت لك بدي أخلصك من الأمور الحفظ قبل ما نبلش. أوكي مش كثار. اثنين، في عندي إشي اسمه alliteration. بدك تفهم شو alliteration. alliteration يعني اللي هي إيش؟ الجناس. تمام، الجناس في اللغة الإنجليزية المقصود في الجناس تشابه أول حرف من أي كلمتين بشرط نفس السطر. يعني لاحظ أول حرف من أي كلمتين بشرط نفس السطر، هذا المقصود في الجناس. يعني مثلا لو جينا هنا عندي، خلينا نقول مثلا عندي silent وsank. هسا بناخذ كيف طريقة السؤال، بس بدك تفهم شو يعني الجناس. الجناس اللي هو alliteration تشابه أول حرف من أي كلمتين في نفس السطر. silent sank sword هذول مثال، طبعا مش حفظ، لازم تجيب لهم في نفس الستانزا. يعني احتمال يجيبوا لك هاي الستانزا، مش تروح تحافظ على الجناس ثنتين، بكون بده من الستانزا المطلوبة. ماشي، يعني هون عندي مثلا listened longer وقس على ذلك. إذن هذا هو الجناس، تشابه أول حرف من أي كلمتين بشرط يكونا في نفس السطر. تمام. طيب الآن برضو حفظ، السؤال بيجي عليه تعريف أو مثال. هسا مثال بكون بقول لك زي هيك، find an example of alliteration in the above stanza. اعطيني مثال على الجناس من وين؟ من الستانزا اللي هو معطيك اياها، الفقرة اللي هو معطيك اياها، وبتعطيه زي ما حكيت لك قبل شوي. طب كيف يا استاذ بيجي عليه سؤال تعريف؟ بقول لك زي هيك، السؤال هذا حفظ، بدك تفهم السؤال.
What effect is the poet trying to achieve with alliteration? What effect is the poet trying to achieve with alliteration? يعني شو التأثير اللي الشاعر حاول انه يحققه في هالجناس؟ جوابه حرفيا هذا حفظ. Add to the rhythm of the poem and also links dissimilar words together. هذا حفظ اللي هو add to the rhythm of the poem and also links dissimilar words together. حفظ السؤال هذا. What effect حرفيا بيجي السؤال على الجناس إما بيجيبوا زي هيك أو بيجيبوا أعطي مثال. أعطي مثال وبرضو راح نعيدهن أثناء شرح القصيدة. لكن الآن What effect is the poet trying to achieve with alliteration؟ بتحط له الجواب هذا. Add to the rhythm of the poem and also links dissimilar words together. هاي الأجوبة النموذجية. ركز، الأدب بالذات لازم تكون الإجابة نموذجية والإجابة الموجودة في دليل المعلم، هذا المقصود. واضحة هاي؟ طيب شو ظل معنا يا أستاذ حفظ؟ ظل بس المفردات هذول إنجليزي إنجليزي، ماشي؟ speck بدك تكون حافظها، ورح نشوف كيف السؤال بيجي عليها. معناها إما small dot or spot، بمعنى إيش؟ بقعة بقعة. In accord معناها in agreement، يعني في تناغم توافق. Tender معناها fresh and young، fresh and young يانع. Swift معناها fast سريع. Stock معناها اللي هي الساق أو العصا. The long upright part of the plant that support the leaves اللي هي الساق. هذول حفظ، هذول حفظ. واضح للآن؟ إذا هاي المفردات حفظ. عرفنا شو الحفظ؟ نعيد قبل ما نبلش. الآن أنت كطالب بدك تفهم هذول المعاني إنجليزي عربي، لازم تعرفها زي ما شرحنا. هيهن. اثنين، بدك تعرف القافية، طريقة السؤال عليها في الوزارة زي هيك. Describe the rhyme scheme، المعنى أو عفوا اللي هو جوابه. The rhyme scheme is ABAB. In other words, the first line and third lines rhyme, as do the second and fourth. شو كمان يا أستاذ معنى حفظ قبل ما نبلش؟ الجناس، بدك تعرف شو هو الجناس. حكينا الجناس هو تشابه أول حرف من أي كلمتين في نفس السطر، هذا كمثال. طب كتعريف كيف بيجي السؤال عليه؟ What effect is the poet trying to achieve with alliteration؟ بتحط الجواب اللي هو add to the rhythm of the poem and also links the similar words together. تمام؟ تمام. طيب خلينا نبلش في القصيدة. أول إشي الستانزا الأولى، ستانزا 1، شو بتقول؟ The earth was green. هي بتشرح إنه الأرض كانت خضراء. The sky was blue. والسماء كانت زرقاء. تمام؟ I saw، شاهدت وسمعت. شاهدت وسمعت. ذات صباح شو شاهدت؟ A sky lark. ذكروا القبرة اللي هو الطائر، معلق بين الاثنتين. شو المقصود معلق بين الاثنين؟ يعني بيطير بين السماء والأرض، بيطير بين السماء والأرض. يعني التو على مين بتعود؟ احتمال يجيك سؤال What does the word to refer to؟ على مين بتعود؟ بتعود على the earth
and the sky. إذن the earth الأرض كانت خضراء والسماء كانت زرقاء. شاهدت وسمعت ذات صباح مشمس. شاهدت وسمعته a skylark hang طائر أو ذكر القبرة معلق يعني بطير بين السماء والأرض. فإيش شبهته؟ مثل بقعة صغيرة تغني فوق الذرة. يعني يدوب مبين. تمام؟ طيب هاي الستانزا الأولى إذا جابوها في الوزارة راح يجيبوا عليها واحدة من الأسئلة اللي أنا كاتبها. لاحظ الآن أنت بدك تفهم. في عندي إن ذكر ألوان جرين وعندي بلو. عندي تو على مين بتعود. عندي سبيك شو معناها. ماشي؟ طبعا الأجوبة موجودة. الآن كيف بدها تجي الأسئلة؟ السؤال الأول احتمال يجيب لك What are the colors that mentioned in the above stanza? What are the colors that mentioned in the above stanza? شو الألوان اللي ذكرت في هاي الفقرة؟ فبتقول green وblue. السؤال الثاني What is the name of the bird? What is the name? شو اسم الطائر؟ إما what is أو what was. شو اسم الطائر؟ شو كان اسم الطائر؟ Skylark. يعني أسئلة بسيطة بتجي مباشرة باستثناء الحفظ. باقي الأسئلة يدوب كلمة وكلمتين وكلهن مباشرة. ثلاثة What does the word to refer to? كلمة to على مين بتعود؟ ماشي؟ المقصود في to حكينا مين هي؟ اللي هي earth و sky. The earth و the sky. طيب احتمال يقول لك What is the title of the poem? شو عنوانها؟ شو عنوان القصيدة؟ شو بتقول؟ A green cornfield حقل الذرة. طبعا هذا السؤال احتمال يجي في أي ستانزا بغض النظر. طيب مثال Find an example of alliteration. اعطيني مثال على الجناس. أي مثال أنت بتشوفه على الجناس. أي حرف هاي قول شو قلنا الجناس؟ تشابه أول حرف من أي كلمتين في نفس السطر. هاي عندي singing وعندي speak. أس أس. تمام؟ طبعا هاي الأجوبة موجودة هون في كل فقرة. طبعا رح نزل الشرح برضو التصوير. هاي جواب السؤال الأول، جواب السؤال الثاني، جواب السؤال الثالث، جواب السؤال الرابع اللي هو ما قرأته أنا اللي هي المفردة. كل سؤال فيه أو كل ستانزا فيها مفردة. What does the word speck mean؟ شو معنى كلمة speck؟ فأنت بتكون حافظها إنجليزي إنجليزي small dot or spot. والسؤال الرابع والسؤال الأخير. إذن هاي الست أسئلة. تمام؟ طيب بالإضافة لأسئلة الحفظ احتمال تجي، يعني احتمال يجيبوا الستانزا هاي ويقول لك describe the rhyme scheme صف القافية. إذن هاي الستانزا الأولى. طيب نجي للستانزا الثانية. A stage below تحته، يعني تحت جنحان، تحت الطائر. الطائر هو بطير، في تحتي فراشات. هاي بتناغم، بتناغم مين هن اللي متناغمات؟ بتوافق. ماشي. white butterflies فراشات لونهن أبيض. danced on the wing ماشي ترقص هذه الفراشات وهي بتطير. and still the singing skylark soared. هذه بدنا نفهمها. طائر القبرة لما يحلق بكون مغرد، يعني بغرد وهو بحلق. طب متى بصمت ومتى بسكت؟ لما يهبط. ماشي. لما يهبط يصمت، لما يحلق بغني. اوكي بنعيدها. A stage below وتحته بتناغم
هاي طبعا احتمال يجي عليها describe، هسه رح ناخده. تحته بتناغم white butterflies، فراشات لونهن ابيض تمام بترقص وهي بتطير. and still the singing skylark soared، وما زال الطائر محلقا مغني. لما and silent sank، لما يهبط بيصمت ولما يحلق بغني. طيب شو بيجي عليها؟ أول إشي السؤال الأول، how did the butterflies dance؟ كيف كانت ترقص هذه الفراشات؟ إنجي أكورد، بتناغم. ماشي؟ اثنين بيجي عليها، what does the word in accord، خلينا نسميها in accord، مين؟ كلمة in accord شو معناها؟ اللي هي ايش؟ تكون حافظها، اللي هي an agreement، انجليزي انجليزي. ايوة، when the skylark doesn't sing، انتبه، when the sky، متى طائر او ذكر القبرة متى كان ما يغني؟ هاي silent sank، لما ايش؟ لما يهبط بس. مش قلنا silent sank؟ لما يهبط ايش؟ بيصمت. mention the color، او لا سوري، describe the moving of butterflies، هذا حفظ، هذا السؤال حفظ. describe، صف حركة الفراشات، تقول ايش؟ move quickly، move quickly الجواب، يعني بتتحرك ايش؟ بسرعة. mention the color in the above stanza، شو اللون اللي في هاي اللي او اللي ذكر في هاي الفقرة؟ هايو شو هو؟ white، ابيض. احتمال يقول لك describe the rhyme scheme in the، هذا حفظ طبعا، حكينا عنه في البداية انه صف القافية، فهذا بدك تكون انه the rhyme scheme is a b a b، in other words the first line and third rhyme للنهاية. هاي الجواب، جواب السؤال الأول in gay accord، الثاني in agreement، الثالث sank بمعنى يهبط، move quickly تتحرك بسرعة، white أبيض، وهذا اللي هو حكينا عنه حفظ a b a b، the first line and third lines rhyme as do the second and fourth. طيب نجي للي بعدي، stanza number 3، the cornfield stretched a tender green، امتد حقل الذرة أخضر يانع، يعني هي بتوصف حقل الذرة هو أخضر يانع تمام، لأنها بتمشي بين حقل الذرة، فوصفت إنه حقل الذرة امتد ما بين خطواتها، to right and left beside my walks، إلى اليمين واليسار بجانب خطواتي، يعني على يمينها وعلى شمالها كله خضار في خضار. فشو بتقول؟ I knew، أنا عرفت، he had a nest unseen، إنه عنده عش مخفي، عرفت إنه عنده عش مخفي. هذا العش وين؟ somewhere، ها في مكان ما، هي ما بتعرف، في مكان ما بين الملايين الساقان، بين السيقان الكثيرة، سيقان الذرة في الحقل في عش تمام؟ طيب بنعيدها، the cornfield stretched a tender green، حقل الذرة امتد ليصبح أخضر، to right and left beside my walks، على يمين وعلى شمال خطواتي، كله خضار في خضار. فشو بتقول؟ I knew، مين هي الآي؟ الآي اللي هي البويت الشاعرة، ومين هو الهي؟ الهي بتعود على سكايلارك على الطائر تمام؟ عرفت انه عنده عش مخفي، هذا العش وين؟ في ملايين او ما بين ملايين القصبات. طيب الان اذا جت الستانزا هاي احتمال تجي عليها واحده من الاسئله اللي انا كاتبها، السؤال الاول، What does
The underlined pronoun refer to. الضمير تحتي خط على مين بعود؟ بنقول على سكايلارك. إذا جاب على الآي بتقول على مين؟ على البويت شاعرة. طيب هذا ضع دائرة. The poet knows الشاعر عرفت that the skylark nest إنه عش الطائر هل هو ها مرئي hidden مخفي أو بعيد واحد من هذول الثلاثة. فهي شو حكت هانا؟ I knew he had a nest unseen. إيش يعني أنا مش شايفيته عش مش مرئي. فهنا شو بنقول الجواب اللي هو hidden in. أيوة الآن هاي مهمة. بقول اعطيني سطر أو إشارة ها reference إشارة أو دليل على إنه في مستمع آخر. في مستمع آخر لمين؟ للطائر. غير مين؟ غير الشاعرة. فهي بتقول اعطيني إشارة على وجود مستمع آخر. الإشارة هسا بعطيكم إياها وبنوضحها. هايها السطر هذا لما قالت I knew he had a nest unseen عرفت إنه إله عش مخفي. طب كيف يا أستاذ هاي إشارة على إنه في مستمع غير مين؟ غير الشاعرة. لأنه العش غير الذكر بده يكون في أنثى. فهسا غير الشاعرة وغير الذكر معناته في أنثى الطائر لأنه في عش أكيد بدها تكون موجودة فيه. يعني وجود العش يدل على وجود البيض والأنثى اللي راقدة على البيض. تمام؟ هذا المقصود في العش. أوكي. طيب بما أنه عرفنا الإشارة طب who was this listener؟ طب مين هذا المستمع؟ غير الشاعرة. مين هو؟ اللي هو his mate رفيقته. لأنه رفيقته أكيد بما أنه في عش معناته موجودة وين؟ في العش راقدة على البيض معناته هاي هي المستمع. طيب هذا السؤال حفظ موجود في أسئلة الكتاب. هذا السؤال حفظ. What does a bird do in a nest؟ طب أنثى الطائر شو أو شو بتعمل في العش؟ It lays an eggs. ماشي؟ يعني تضع البيض. هذا المقصود فيه. حفظ هذا مع جوابه السؤال. What does a bird do in a nest؟ It lays an eggs. شو بتعمل الطائرة في العش؟ تضع البيض. هذا معنى What does the word tender mean؟ tender معناها حكينا اللي هي fresh and young. أيوة بالنسبة للستوك هذا السؤال إما بيجيب لك شو معناها أو بيجيب في الصيغة هاي Which part of a plant is the stalk؟ Which part of a plant is the stalk؟ اللي هي معنى stalk اللي حطيناه في البداية اللي هو الجواب. يعني بدك تحكي زي ما حطينا في البداية الأمور الحفظ اللي هي the long upright part of the plant that support the leaves. تمام؟ طيب إذن هاي الأجوبة skylark hidden in I knew he had a nest unseen his mate it lays eggs fresh and young with the long upright part of the plant that support the leaves. هاي أجوبة الأسئلة واضح؟ طيب نروح على الستانزا الأخيرة وهي اللي إجت في الوزارة مرتين. شو بتقول؟ And as I paused paused بمعنى stop توقفت. تمام؟ ليش توقفت؟ To hear his song لأستمع لغنائه. الهز مين هو حكينا؟ اللي هو skylark. توقفت لأسمع غنائه. While swift بمعنى بسرعة fast. While swift the sunny moments slid. فهذا بدل على إنها كانت إيش؟ مبسوطة. كيف يعني؟ شو قالت؟ بتقول توقفت لأسمع غنائه. انزلقت يعني مرت اللحظات انزلقت بمعنى سلايد انزلقت يعني مرت هاي اللحظات مرت بسرعة. فهسا المقصود إنها مرت اللحظات بسرعة. دائما احنا لا يعني لما انسان يكون مبسوط من شغله معينه بقول والله ما حسيت في الوقت
شو يعني ما حسيت في الوقت؟ المقصود في ما حسيت في الوقت يعني الوقت مضى بسرعة لأني أنا كنت مبسوط، بينما لما تضايق من الوقت شو بتقول؟ والله الوقت يلا يلا بمشي. فهنا المقصود إنه انزلقت اللحظات المشمسة بسرعة بدل على إنها كانت إيش؟ happy، كانت مبسوطة. فشو بتقول؟ perhaps ربما، الآن مهمات هذول آخر سطرين، perhaps ربما his mate، ربما رفيقته sat listening long، جلست لتستمع إليه طويلا. طيب and listened longer than I did، واستمعت أكثر مني. السطر الأخير لما قال واستمعت أكثر مني بدل على إنه الشاعرة غادرت حقل الذرة قبل ما يتوقف ذكر القبرة عن الغناء. تمام؟ طيب إذا بنعيد، شو قالت؟ And as I paused to hear his song، توقفت لأستمع لغنائه. While swift the sunny moments slide، وانزلقت اللحظات المشمسة بسرعة. Perhaps ربما his mate sat listening long، ربما رفيقته جلست لتستمع طويلا. And listened longer than I did، واستمعت أطول مني. طبعا أنا حاط لكم الترجمة لكل استانزا. شو الأسئلة؟ مثال، find an example of alliteration in the above stanza، اعطيني مثال على الجناس في هاي الفقرة. شرحنا الجناس كثير، هاي جناس listened long، تمام، عندي swift slide. اثنين، what is the effect of the poet is trying to achieve with alliteration؟ بدك تكون حافظه السؤال هذا، حطيناه في البداية اللي هو تعريف الجناس. What is the effect of the poet is trying to achieve with alliteration؟ اللي بتقول add to the rhythm of the poem and also links dissimilar words together. ثلاثة، why did، هذا مباشر، why did the poet stop in the cornfield؟ ليش الشاعرة توقفت في حقل الذرة؟ هيو شو قالت؟ I paused، paused بمعنى stop، to hear his song، لأستمع لغنائه. الجواب مختصر، جواب في الأدب لازم يكون على قد السؤال. طيب السؤال اللي بعديه، how did the time pass when the poet was listening to the skylark؟ كيف مر الوقت؟ pass بمعنى slide، نفس معنى slide، هذول ضروري تحفظهن. الوزارة ما بيجيبوا لك slide، بيجيبوا لك pass. كيف مر الوقت لما الشاعرة كانت تستمع لذكر القبرة بسرعة؟ swift، حطيت swift صح، حطيت fast صح. طيب what does the word، يعني هاي الأسئلة اللي أنا بحطها هي الأسئلة اللي على الأغلب راح تجي بالإضافة لأسئلة الكتاب. طبعا أسئلة الكتاب حاطين كلهم من ضمن الأسئلة. تمام، what does the word swift mean؟ شو معنى كلمة swift؟ بتكون عارف إنه أنت swift معناها fast. أيوة، خلينا ننتبه لهذا السؤال. هذا السؤال حفظ، يعني مش حفظ، بدك تعرف إنه السؤال بيجي في الطريقة هاي. How do we know؟ How do we know؟ كيف عرفنا إنه that the poet، إنه الشاعرة، الشاعرة غادرت حقل الذرة قبل ما الطائر يتوقف عن الغناء؟ كيف عرفنا إنه الشاعرة غادرت حقل الذرة قبل ما الطائر يتوقف عن الغناء؟ لما شو قالت؟ Perhaps his mate sat listening long and listened longer than I did، واستمعت أكثر مني. بما أنه استمعت أكثر مني فهذا بدل على أنها غادرت قبل ما الطائر يوقف غناء. آخر سؤال احتمال يجي عليها نفس الستانزا اللي قبلها، find a reference، اعطيني إشارة برضو على وجود مستمع آخر. لما شو قالت؟ perhaps ربما رفيقته جلست لتستمع واستمعت أكثر مني.
تمام. طيب الآن هاي الأجوبة listened longer add to the rhythm الجواب الثاني of the poem and also link the similar word together to hear his song إما fast أو swift fast برضو she says perhaps his mate sat listening long and listened longer than I did ولما قالت perhaps his mate sat listening long هذه أجوبة الأسئلة تمام؟ طيب هاي بالنسبة للأسئلة الموجودة وهاي أسئلة الكتاب مهمة وزي ما أعطيتك أسئلة الكتاب موجودة كلها هاي السؤال الأول is a speck something big or small speck شو معناها اللي هي إشي small تكون حافظها if something هل يعني إشي in accord معناه agreement or disagreement لا accord معناه agreement بتوافق does Tinder suggest something fresh and young or old and strong does Tinder ثواني علي أسا Tinder شو معناها حكينا اللي هي fresh and young فحفظ هاي انجليزي انجليزي سؤال الرابع what does a bird do in a nest شو بتعمل الطائرة في العش حكينا اللي هي it lays eggs تمام طيب اللي بعديه بس خليني افتح اسئلة الوزارة اوكي طيب اللي بعديه حكينا which part of plant is the stalk برضو هذا حفظ زي ما اعطيتك و does swift mean slow or fast اللي هي fast ماشي اوكي الآن اللي بعديه the poet بس مشان ناخذ اللي هي الأجوبة النموذجية برضو زي ما أعطيتكم اللي هي من دليل المعلم choose the correct words to complete the summary of the poem اختر الإجابة الصحيحة the poet describes شاعرة وصفت كيف إنها content كانت راضية أو سعيدة She feels as she walks لما كانت تمشي في حقل الذرة. As she walks along she sees a skylark شو ماله الطائر؟ هل شافته flying away from the cornfield ولا flying in the sky ولا fall؟ لا كانت تشاهده ايش يطير في السماء flying in the sky. طب هذا الطائر لما حكينا في البداية it doesn't sing ما كان يغني شو الوضعية اللي ما كان يغني فيها؟ وهو أسفل يعني هو يهبط ولا وهو مرتفع لا lower below it تحتي الفراشات ماذا كانت فراشات كانت ايش تتحرك بسرعة move quickly the poet knows الشاعر عرفت that the skylark انه عش الطائر حكينا عنه ماله كان مرئي ولا مخفي ولا بعيد لا مخفي واخر اشي هي قالت تخيلت she imagines تخيلت إنه his companion اللي هي رفيقته تستمع إليه في مكان ما في حقل الذرة تمام؟ طبعا نفس الأسئلة وهاي الأسئلة محطوطة زي ما هي عندكو ماشي؟ زي ما هي موجودة في الشرح إنه the poet uses many examples of alliteration أعطيني مثال على الجناس وشو التأثير اللي البويت حاول إنه يحققه في هذه أو في الجناس اعطيني مثلا اشارتين بتدل على مستمع اخر لكن احنا هذا مش حفظ حسب الستانزا اللي معطيك اياها حكينا هاي الستانزا فيها اشاره على وجود مستمع اخر وهاي الستانزا فيها اشاره فما بتحفظ بتعطيه حسب اللي ما اللي بيجيبوا لك اياها في الوزاره ان شاء الله اني اكون وصلت لكم شرح القصيده بطريقه سهله وفهمتوها وهي اسئله بسيطه وسهله في الوزاره والشرح برضه هيو موجود إن شاء الله رح أنزله على صفحتي على الفيسبوك والله يعطيكم ألف عافية